شويه بقى شويه يفتكروا ان انا مش كويسه وانا بجد كويسه. شويه بقى لما بتلبسي الصرمه القديمه في دماغك يا ساتر عليك والمسيح الحي وغلاوتك يا شريف. بجد مش قادره. الموز اي حبيبي انت فين؟ انت بره. طب انا طالعه لك حالا. اشربي القهوه. الموز يتعلق مني. اوعى فاهم. يلا باي. ما اعرفش رايحه لمحمد. باي باي باي. الو. اهلا يا ايهاب ازيك؟ انا كويسه ميرسي على سؤالك قوي. يلا يا ندى هنتاخر. وحشتني يا اخي. اهو ده حازم جوزي اللي انا عارفاه. وكلها كام شهر وابقى حازم ابو ابنك. انا اسف جدا يا حبيبتي. اسف على القلق اللي انا سببتهولك في الفتره اللي فاتت. اعتبريني مثلا كنت مسافر ورجعت او كنت عيان وخفيت. كنت متاكده انك هتخف. انا نفسي كنت شاكك ان ممكن اخف. لكن ربنا سبحانه وتعالى زي ما يكون بعت لي باسم ده علامه وكانه بيقول لي افهم يا بني ادم الموضوع ببساطه زي ما قالوا في الامثال اللي بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلوته. بالظبط كده. انا لما شفت باسم وهو مقبل على الحياه بالقوه والحب دوت وهو عارف ومتاكد انه مستحيل يخف ويعيش حياه طبيعيه لقيت دموعي بتنزل واستغفر ربنا. قلت ازاي انا ازرع الامل جوه شاب عمري ضعف عمره وخاف انا من بكره؟ ازاي اخاف من اعظم بشرى ممكن تفرحني وتفرح احب انسانه ليا في الدنيا؟ بشرى ممكن تخلي للدنيا كلها طعم تاني، طعم احلى بكتير من اللي احنا مستطعمينه وحابينه. حازم انا بجد حاطير من الفرح. احنا لو خلفنا ولد هسميه باسم ولو خلفنا بنت برضه هنسميها باسم. ينصر دينك يا باسم. أحبك يا ولد. ربنا يخليك لي. ايه ده انت خارج؟ لا داخل اجيب لك حاجه وانا جاي. لا سلامتك. انا سامعاك وانت بتقول في التليفون انك رايح عيد ميلاد. رايح عيد ميلاد واحد راجل متجوز واسمه محيى قوت. ولما هو راجل ومتجوز انت مش واخد معاك مراتك ليه؟ مش عازم ستات. نعم ليه ان شاء الله؟ متوضي؟ حلو متوضي دي يا بنت. ايوه مش عازم ستات ليه برضو؟ اصل متخانق خناقه كبيره قوي مع مراته فقال عندا فيها هيعمل عيد ميلاده ويعزم كل اصحاب الرجاله بس. والله يعني متخانق خناقه كبيره قوي مع مراته وليه نفسه يعمل عيد ميلاد؟ ده ايه صاحب الزباله ده؟ مش كده يا بابي؟ مش كل الرجاله زي جوزك. لا طبعا يا حبيبي دي حتى كانت تبقى مصيبه. اي لاف يو. على فكره بقى يا منى انت لو قلتي لبابا ان انا بشرب سجاير هقوله ان انت بتقعدي على النت كل يوم وما بتذاكريش. ما تهددنيش يا احمد عشان ما اعملهاش معاك. اوكي يا سلام بتستعبطوا انتوا الاثنين عاملين بتذاكروا. ده انا سامع صوتكم من اخر الدنيا. لعلمكم انا جاي دلوقتي مش مسامح في الملحق اللي جبتوه انتوا الاثنين. يا بابا انا جبت ملحق واحد بس ومنى جابت اثنين. انتوا الاثنين اخيب من بعض. ولعلمكم لو حد سقط هوريه الوش التاني. انا مش مقصر معاكم في حاجه. بتسقطوا ليه؟ انتوا اهدى بس يا بابا ما تعصبش نفسك. انت عمرك ما قلت لي ذاكري عشان انا كنت بذاكر وانجح لان ده مستقبلي انا. احمد ومنى فاهمين ان اللي بينجح بينجح لنفسه واللي بيسقط برضه ما بيأذيش غير نفسه. احترموا نفسكم بقى واقعدوا ذاكروا. انا عمري ما جبت كحكه في امتحان الشهر حتى مش ملاحق ومذاكره في الصيف وحمام النادي والمصيف. يا ريت نحوق فيهم. لا عقاب نافع ولا عندهم ريحه الدم. زهقتوني. حرام عليكم كل يوم تفوروا دم وكده. ما احنا بنذاكر اهو نقطع نفسينا يعني. انت هتعملهم عليا انا كمان؟ لا ده انا صايعه وفاهمه كل حاجه. ولما تبقى تدخل تقعد ساعه في الحمام ابقى امحي اثار جريمتك قبل ما تخرج يا فالح. منى اسكتي لاضربك. وانا مالي؟ طب على فكره بقى يا حبيبه منى بتقعد كل يوم على الفيسبوك اكتر من ساعتين ثلاثه في اليوم. ده كده ده هو اللي مش انتوا الاثنين فتانين وكدابين وجزم. احترموا نفسكم بقى وذاكروا. Thank you.
بابا مش تخف العصبية اللي زادت قوي دي. حبيبتي مش شايفة اخواتك والخيبة اللي هم فيها؟ خلاص يا بابا أوعدك من بكرة ههيهم لك مذاكرة هما الاتنين وهطلعهم لك الأوائل على مستوى خايبين الجمهورية. يلا مش عايز مني حاجة؟ لا يا حبيبتي متأخريش. تحب أبقى أجي أجيبك؟ لا يا حبيبي أنا هعدي على فريدة ونروح سوا وأخليها توصلني بالليل. وهي ما جاتش خدتك ليه زي ما أنتم متعودين؟ علشان مكسلة ومش عايزة تروح العيد ميلاد أصلا، بس أنا هروح أنزلها وأديها بالعافية. مش عايزني أسلم لك على طنط شريفة؟ ما يضرش، سلمي عليها. على فكرة بتقولك ما بتجيش جلساتك ليه؟ ما هي سألتني السؤال ده في التليفون. في التليفون؟ أيوه في التليفون، أنا كلمتها في التليفون. بصراحة ما قدرتش أقاوم. هو حد قال لك قاوم؟ إذا كنت أنت بنفسك قلت لها إنك مش هتعتبر ردها ده جواب نهائي، ولعلمك بقى إذا ما روحتش جلساتك معاها أنا هزعل منك. إشمعنى أنت يعني بتزعل مني لما ما بروحش جلساتك؟ خلاص حاضر، في إيه؟ هبقى أروح، أوعدك هبقى أروح. ومالك محسسني إنك عاصي على نفسك ليمونة كده ليه؟ بذمتك مش نفسك الجلسة تبقى النهاردة قبل بكرة؟ انتي ده انتي يلا يلا الحق معادك يلا استني بوصل البابا جي تعال يا بابا خلي بالك من نفسك حاضر باي باي يا حبيب باي ده لو يا حبيبي انجي انت نزلتي ولا ايه؟ لا انا في البيت في البيت ازاي؟ ما انا قاعد بخبط بالي ساعة بجد؟ اصلي كنت جوه في الاوضه فما سمعتش الجرس. تعالى. ازيك؟ وهاني فين؟ شفت عربيته تحت. هاني جوه في حمام اوضه نومي. في حمام اوضه نومي؟ انتوا بتدهدوا شوربه من دلوقتي ولا ايه؟ احنا مش رايحين لعيد ميلاد؟ ده هاني شكله باين عليه هيطينها النهارده. يقول لك يا معلم بقى كمية مزز متنوعة معزومة عند محي. انت هتروح سكران النهاردة ولا ايه؟ تريش بص انا الحمد لله زي الفل. احنا مش يلا ولا ايه؟ يا دوبك انا هروح اجيب شنطة. عامل لك كاسة معلم؟ عامل لي كاسة. تشيرز هانز. تشيرز يا معلم. قتل السجاير الأحسن أنا لسه جاري في العربية. يا نهار كوكايين. إيه الخير ده يالا؟ بس بس أحسن لو البص كانت شافتني كانت شربت لي. دورست ولا إيه يالا؟ يا عم دي مش حاجتي مش بتاعتي. طب ما يلا صباح الفل. ماشي بس مش من دول. معاك كمان يا هانس؟ يا عم طلع فلوس وبرم وشم وانت ساكن. حلو يا حسين. تلفل انا هروح بعربيتي وبعدين انتوا بقوا تعالوا ورايا عشان لو حد شافنا واحنا داخلين انا وانت ما يروحش يقول لهب. ايه اللي انت بتعمله ده؟ بشم دي حاجتي. يا بص ما تقلقيش. مش يلا بقى ولا ايه؟ يلا انا جاهز. هتروح حافي؟ لا انا اخش البس الجزمه واجي على طول. كان في حاجة مريبة، ولما شكيت ان انجي وهاني ممكن يكون بينهم حاجة الغيرة كانت هتقتلني. ساعتها حسيت اني بحب انجي، بس عمر خيالي ما كان ممكن يروح لان الحاجة المريبة دي تبقى كده.